لوسي الكلبة بتاعتي بتولد زي ما انتوا شايفين، تعبانة قوي. عملت لها السويمنج بول ده نفخته، وحطيت لها دي مخصوص فوطة عشان او بطانية عشان تولد عليها عشان بتمتص السوائل. بس احنا في انتظار البابيز دلوقتي. حبيبة قلبي لوسي، لوسي جولدن ريتريفر، و الجوزها هو دالميشن ميكس. فعايزين بقى نشوف الاولاد بتوع الجولدن ريتريفر والدالميشن ميكس. دي الحاجات اللي حضرتها لها عشان الولادة. دي فوط عشان انا اشف بيها البابيز، اوكي، عشان المفروض يبقوا دراي. ودول جلوفز عشان ايدي، ودي بادز عشان لو احتجت ان احطها تحتيها وانضف المكان، ومناديل، وده كحول عشان اطهر اي حاجه لو عايزه استخدم، طهر ايدي بالجلوفز، اطهر صدرها قبل ما يرضعوا. بس وفي انتظار لوسي تولد. طبعا هنا يا جماعه لوسي تعبانه قوي وخلاص هي بتولد، وبدا ينزل من حاجات زي سوائل وحاجات حمرة كده، هي خلاص مش قادرة دلوقتي خالص. بقى لنا 7 ساعات في الموضوع. اول بابي لوسي جابته، هي بتنظفه. على فكرة مفيد ليها انها تنظفه وتاكل اللي هي المشيمة والحاجات اللي حواليه. He's so cute, he's crying. Congrats baby. لازم انا نشفته وهي كمان بتنشفه. هنا لوسي بدأت تدفع مرة تانية او تحزق مرة تانية. ده البابي اهو بيحاول يرضى. Good girl لوسي. Good girl. هي راحت صرخة صرخة واحدة، انا اتخضيت. وبعدين لقيت البابي نزل وهي اهي بتحزق تاني زي ما انتم سامعين. المرة اللي فاتت ولدت 9، مش عارفة بقى المرة دي هتولد كام بالظبط. هو اول لما بيتولد بيتولد حواليه ساك كيس كده، هي على طول بتنظفه. هي بتاكل بقى المشيمة والحاجات اللي حوالين البابي. وده تالت بابي وهو اتولد شبهها، شبه لوسي جولدن ريتريفر اهو. البابي الحلو ده عسل، كيوتي كيوتي ما شاء الله. الحاجات دي مفيدة جدا ليها يا جماعة. انا هنشف لها بقى. للاسف مفيش حد بيصور معايا، فانا اللي بصور، فاضطر اروح انشفها. وعايزه انشف البيبي كمان البابي اهو. انا جايبه لهم فوط عشان انشفهم بيها، عشان لازم يبقوا مكانتي ناشف، وهم كمان لازم يبقوا ناشفين. هاي بيبي، هاي بيبي، هاي كيوتة، هاي حبيبي. Good girl. Good girl لوسي. أو ده شكله جولدن جولدن، يعني شبه لوسي بالظبط. دلوقتي وصلنا 4، 2 جولدن ريتريفر شبه لوسي، واثنين بلاك برضو. فاحنا 4 دلوقتي، واحدة شبه لوسي خالص نفس الكالر، وواحدة اللي هي زي الكريم جولدن ريتريفر شايفينها تحت رجليها. ما شاء الله they are so cute. ولوسي شاطرة، كانت لها 4 مشيمة لحد دلوقتي. يطلع بالساك بتاعته ننضفه على طول بالفوطة كده 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 كده. Yes.
حاجة الفم، أهم حاجة الفم. جود جيرل. ما تزوميش، انتي بتزومي على دولش يا على جوزك. يلا باي.